إيمان أشرف رمزي، كلية هندسة شبرا وجامعة بنها، خريجة 2021. كان ليا واحدة صاحبتي كانت دخلت التدريب في أوله قبل ما فتح التدريب ونصحتني بيه وكده. بعدين لما دخلت الجروب لقيت يعني محتوى كويس وفي نفس الوقت ماشي خطة كويسة. كانت أهم حاجة استفدتها إن أنا أعرف أنظم وقتي، إن أنا أعرف أضغط نفسي وفي نفس الوقت ما أجيش على حاجات تانية غير التدريب نفسه أو الدراسة نفسها. عرفت أساسيات طبعا في الديزاين وفي الشوت دروينج والتندر، أنا كانوا الثلاثة تراكات مهمة جدا بالنسبة لي. كان لازم نبتدي يعني نحط رجلينا على أول طريق، فكان أحسن حل الصراحة هو التدريب ده. مش قادرة أحدد نسبة، بس أنا راضية، يعني راضية بنسبة كبيرة، لأن المدربين كويسين جدا وهم يعني ادونا خبرة كويسة جدا في سوق العمل وفي المجال. يعني احنا كناس مش عارفين أصلا حاجة في الديستريبيوشن أو في التندر، يعني خدنا فكرة كبيرة جدا. هي أهم حاجة اليوم اللي بياخد فيه محاضرة يروح على الأقل يراجعها مرة، يحاول يحل التاسك في نفس اليوم برضو، يعني يحاول ياخد برضو بعد المحاضرة في ميعاد بدري، ما يبقاش جاهد نفسه قبليها، يدي لنفسه فرصة إن هو يعني ما يبقاش كل حاجة لوقت التدريب أو للمذاكرة أو كده، يدي لنفسه فرصة إن هو يرفه عن نفسه أو كده بس.